اليومين اللي فاتوا والشهور اللي فاتوا من تقريبا شهر مارس واحنا في موضوع كورونا، وطبعا كان الكل قاعد في البيت ومحدش راضي يكلم حد او يقرب من حد او يسلم على حد منعا وتخوفا لو هو تعبان يعدي غيره او يتعدي من غيره. حتى المستشفيات ما كناش بنقدر نقرب منها لاننا كنا خايفين، ولانها فعلا بتبقى موبوءه بالفيروس. فده خلينا نعمل ايه او ده يخلينا نعمل ايه؟ يخلينا ان احنا من الناحية الطبية او من الناحية التمريضية نكون ممتازين او نكون متمكنين علشان ما نحتاجش لان احنا نروح مستشفى وان احنا ناخد علاج. نقدر ندي العلاج بنفسنا وندي العلاج لنفسنا وندي العلاج لأولادنا أو لأهالينا أو لأسرنا أو لأي حد. طيب من ضمن الحاجات المهمة جدا الحقن. أنا اتكلمت قبل كده في فيديو عن الحقن العضلي، وهرجع اتكلم فيه تاني لربما لأن أنا كنت قلته من حوالي سنة، الفيديو قديم فممكن يكون كان الصوت مش واضح، الصورة مش واضحة، كلامي مش واضح، فهعيده واكرره تاني علشان الكل يستفيد. فانا جبت لكم الدول دي تمام، هنعمل عليها الاختبار او الحقن العضلي، هنديها حقنة عضلية كأنها بيبي بالظبط. وجبت لكم سنجتين كأننا بالظبط هندي حقنة تمام. احنا بنعمل ايه بقى في السرنجات دي وليه اشمعنا سرنجتين مش سرنجة واحدة؟ اوضح لكم عليها الموضوع، هقول لكم ليه. انا دلوقتي جبت السرنجة دي اهي، حللت مثلا الانتي بيوتيك. الانتي بيوتيك دواء بيبقى محلول مية معقمة عليها باودر، بنقوم جايبين السرنج كده، السرنجة كده من غير ما نلمسها من هنا عشان ما نلوثهاش، بنحطها في الرابر اللي هي حتة الجلدة اللي فيها. هناخد الاول المية، هنسحب الاول المية وبعد كده نقوم حاطينها في الرابر اللي هي فيها مضاد حيوي مثلا تمام. وانا بحط السن دوا، وانا بحط السن ده شايفينه، وانا بحط السن دوا بيقوم تالم بيتلم. ليه؟ لانه لمس الرابر او الجلده الموجوده في الفايل الصغير اللي دور الزجاجه الصغيره، وبالتالي لمسها كده. طبعا انا ما بلمسش، انا لما باجي افتح الفايل ما بلمسش الجلده علشان ايدي ملوثه حتى لو مش باين حتى لو غسلان. بحط كده تمام، وبحط المية ارج كويس وهم سحبة تمام. سحبنا خلاص، هنعمل ايه؟ في هواء، نعمل كده لغاية لما الهواء يخرج تمام. هنوقفها كده لفوق عمودي ونخرج الهواء. طب وبعد كده؟ بعد كده هنعمل ايه؟ هندي العلاج؟ لا كده احنا مش هندي العلاج، كده احنا هنشيل السن دوت، هنشيله خالص، نتخلص مش عايزينه، وبغطاه كده علشان ما يأذيش الزبال وهو بيلم الزبال. نيجي احنا نجيب سرنجة تانية. في بعض الصيدليات بتبيع السنون لوحدها، انا كل اللي يهمني في السرنجة التانية السن، واقوم جايبة سن جديد ومركباه تمام. اجيب سن جديد، فتحت سن جديد بركبه. ليه بقى بركب سن جديد؟ علشان ما اذيش اللي انا بديله الحقنه، ما اذيهوش يعني ما اوجعوش، لان هو مش هياخد حقنه واحده، ده ممكن يكون مكتوب له الصبح وبالليل، الصبح وبالليل كذا مره. فعشان ما يتوجعش، علشان ما يحسش باي الم، بنغير السن تمام. تمام طيب، خرجنا الهواء غيرنا السن، هنعمل ايه؟ ادي عندنا الدول، احنا بنهتم بانهي مكان المفروض ندي فيه الحقنة. احنا هنربع كده، يبقى هنا فيه مربع ومربع مربع مربع، نعمل كده. المربع اللي فوق
الخارجي المربع اللي فوق تاني بكررها، الخارجي هو اللي ندي فيه، ما نقربش خالص من جوه، لان احنا لو قربنا من جوه قربنا من العمود الفقري او قربنا من الاعصاب الطفل بتاعنا او ابونا او امنا او اي حد نعرفه او ما نعرفوش جاله شلل على طول، جاله شلل قضيت على حياته. يبقى ندي فين؟ ندي في المكان الخارجي اللي فوق. تمام. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعقم كحول، قطنا بكحول، قطنا ببيتادين، قطنا بسافلون، قطنا بكولونيا، ببارفان، المهم هننضف، هنعمل كده. تمام. اجي ادي حقنة على طول؟ لا، ما اديش الحقنة على طول، اقوم ماسكة كده، لازم الم الجلد، اعتبروا ان ده المكان، بلم الجلد كده كده اهو، لازم كده كده اهو. ليه؟ علشان ما اوجعش برضو المريض، اهم حاجة عندي ان انا ما اوجعش المريض او اللي هياخد الحقنة التعبان. تمام. لمينا جلدنا، لمينا الدهن او السكين الجلد لميناه على بعضه. تمام. هنعمل ايه واحنا لمينه كده وشايلين الهوا اهو؟ نقوم داخلين بيربنديكولار، يعني ايه؟ عمود، ما تدخلش كده، يعني ادي اهو، ادي طفلي اهو، قلنا الخارجي اللي فوق، المكان الخارجي اللي فوق اهو، عامله كده اهو، بصوا لما لماه اهو، لما المكان، واقوم داخله كده اهو، كده اهو، ما اجيش كده واقوم داخله. ليه؟ لان انا كده يبقى بدي تحت الجلد، انا بدي عضل مش تحت الجلد. يا جماعه في ادويه بتاخد تحت الجلد ما بنتكلمش فيها دلوقتي، احنا بنتكلم في العضل. فنقوم داخلين كده. طب تمام، دخلنا خلاص عضل. بالبنديكولار هل ادي على طول؟ لا، ما اديش على طول، وانا داخله كده اهو، دخلت خلاص، اقوم ايه؟ ساحبه لورا، اسحب لورا. ايوه اسحب لورا. اسحب لورا ليه؟ ليه اسحب لورا؟ علشان اتاكد ان انا مش في الوريد. يبقى اول حاجه اتاكدنا ان احنا عضله اهو، ما جبناش كده ولا كده، وفي نفس الوقت تاني حاجه عايزين نتاكد منها ان احنا في الوريد، ان احنا مش في الوريد، ان احنا في العضل. طب اعرف ازاي؟ لو انا سحبت كده بالسرنجه لقيت ده، يبقى بخرج من المكان اللي انا فيه وبسحب في مكان تاني واشوف فيه دم خرج ولا مفيش، اقوم مديه، اقوم مديه وبدي بشويش، لان في خصوصا المضادات الحيويه بتعمل التهابات وحرقان سريع في المكان ده، فادي بشويش عشان ما اوجعش اللي انا بديله. تمام. ببطء يعني. تمام. في حاجه بقى مهمه، لو احنا بندي مضاد حيوي لازم ناخد بالنا ان احنا نعمل اختبار حساسيه، يعني اختبار في الجلد قبل ما ندي الحقنه دي، قبلها بربع ساعه نتاكد انه المضاد الحيوي ده ما بيأثرش عليا او ما بيعملليش حساسيه. وعلى فكره المضاد الحيوي لما بيعملليش حساسيه من اسبوع، ممكن يكون بيعمل لي حساسيه النهارده. يبقى كل مره بدي فيها المضاد الحيوي لازم اعمل اختبار حساسيه، بيبقى تحت الجلد بنسبه معينه، يعني اتكلمت فيها قبل كده في فيديو قبل كده، يعني هيؤدي بحياه انسانه كانت بتعمل معايا وبتكلمني بتقول لي انا ضربات قلبي سريعه، انا نفسي، انا كل ده كان بسبب ان هي ما عملتش اختبار حساسيه قبل ما تاخد المضاد الحيوي. وممكن يكون الدكتور قال لها وهي ما خدتش بالها، ممكن يكون الدكتور سيء عليه، لان كنا في زحمه علاجات كتير، مرضى كتير، وكنا في زي ارجنت، كنا في حاله طوارئ، فكان الدنيا ملخبطه خالص، فلازم احنا نكون احنا واعيين بنفسنا ونعرف نتعامل، نعرف ندي علاج، ندي حقنه، يبقى عارفين العلاج ده ممكن ياثر علينا ازاي وممكن يكون خطورته ازاي لو ما عملناش اختبار، لو 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 كل ده نتكلم فيه. اي حد عنده اي سؤال يا ريت يكتبوا لي في كومنت. تمام. ويا ريت نعمل شير للفيديو ده علشان نفيد اكبر نسبه من الناس. تمام. معاكم بكالوريوس تمريض امل كامل، خبره 25 سنه بعمل ابحاث في الامراض المستعصيه. اهلا بالجميع، واللي داخل جديد يا ريت يعملي سبسكرايب علشان اوصل لاكتر ناس ولاكتر اكتر نسبه في المجتمع. وميرسي ليكم، وباي باي. وهترجم الفيديو ده بالانجلش علشان يبقى متاح للجميع. باي باي.